الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا وحبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم قام محمود الذي وعدته.
أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا استووا، اللهم قنا عذابك يا متوب عذابك. الله أكبر. جندك ولا إله إلا هو الله الشيطان. همزه ونفخه ونفث بسم الله. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نسأل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بهم. آمين. بسم الله. والضحى ولله الشموت وللآخرة خير لك من الرزق. اللهم ارزق يتيمك. أما اليتيم فلا تقربه وسلم. أما بنعمة ربك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله حمده. حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان رب العالمين بحمده. سبحان رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان رب العالمين بحمده. سبحان رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ينقض الله كره وإنما عن إسرائيل. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سمع الله حمده. دين كثير طيب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من الشيطان الرجيم. وبعليهم الله اللهم آمين. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله. صلوات المستقيم. صلوات الله المؤمنين. آمين. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا. الله أكبر. بركاته. أمين. ذاب جهنم. إنك أمين. في جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله جميع الكرام العين صينهم دين كره الكافر صينهم دين كره الكافر صينهم دين كره الكافر لم يسمعها والوصية الوصية هي تقوى الله جل وعلا، وكان الحديث يدور حولها في مجلس بيت الحكمة. فلا بد أن نتقي الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ولنتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولأبي ذر وهما صحابيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أوصاهما وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث تعليمات، ثلاث توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. لنتدبر هذه الوصايا ولنتفقه فيها، وأنها أولا وقبل كل شيء أنها بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك، بينك وبين الخلق أجمعين. التي بينك وبين الله جل وعلا هي اتق الله حيثما كنت. ربك وخالقك سبحانه وتعالى إذا اتقيته جل وعلا جعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزقك الله من حيث لا تحتسب. فاحرص على التقوى والزمها وكن من أهلها. نسأل الله يعيننا وإياكم على ذلك. التوجيه الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم لك لنفسك أنت يا عبد الله، فكل منا خطأ. في أحد يسلم من الخطأ؟ كل ابن آدم
خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا بد من التوبة، إذا أذنبت فعليك أن تتوب إلى ربك وتقبل على مولاك. هذا أعظم شيء أنك تحرص عليه. اعلم هذا، أن هذه الأمور هي أهم شيء عندك في هذه الحياة، أنك إذا أذنبت تستغفر، وإذا نعم الله عليك بنعمة تشكر، وإذا ابتليت تصبر. هذه الثلاث الأمور هي عنوان سعادة العبد وفلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة. يعني إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. واتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كل السيئات إذا أتبعتها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الثاني. الأمر الثالث وهو ختام وصية النبي صلى الله عليه وسلم، خالق الناس بماذا؟ بخلق حسن. هذا التعامل الطيب بينك وبين الناس أجمعين، بينك وبين زملائك المتسابقين، بينك وبين الإدارة، بينك وبين الناس في كل أحوالهم وفي كل أمورهم، أن تتعامل معهم بأحسن الأخلاق. فنسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك ويعيننا وإياكم عليه. فوصيتي لكم أيها الأبناء أيها الشباب، بارك الله فيكم، وأسأل الله يقر بكم عيون والديكم، وأسأل الله أن يجعلكم مباركين أينما كنتم. الله الله في صلواتكم، الله الله في أذكاركم، الله الله في أورادكم، الله الله في تقواكم لربكم، والحرص على ما يسعدكم ويرفع شأنكم في الدنيا والآخرة. اللهم أسعدهم، اللهم بارك لهم، اللهم انفعهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أقر بهم عيون والديهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. الله يحييكم ضيوفنا الأعزاء. نحن الآن في هذا المقر وهو مقر وقف الرحماء الذي نحن متبنين في برنامجنا في هذا القناة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. جرت العادة أن ضيوفنا نمر بهم على هذا المعرض، وهم أيضا يطلبون أنهم يحضرون ويتكلمون مساهمة منهم لو بالكلام فيما ينفع الناس وينفع. فهذا وقف الرحماء رحمة بالفقير واليتيم. وتفضل يا أخونا أبو عبد الله شيخ. الله يسلمك يحفظك. مثل ما قلت أبو عبد الله والأحبة جميعا، ويعرفون أن هذا الوقف من الأوقاف المباركة اللي الإنسان يحتسب فيها الأجر والثواب عند الله جل وعلا. هذا الوقف الذي يضم ما شاء الله الأيتام والأرامل والمريض والطالب وتفريج الكربة والفقير، كل هذه يا إخواني، هذه أن الإنسان يجعل له نصيب يجده يوم القيامة أحوج ما يحتاج إليه. فالإنسان ينفق ويبذل ويتصدق ويجده ما شاء الله عند الله جل وعلا. فأنا أدعو الجميع المتابعين والمتابعات والمشاهدين والمشاهدات، كل الأحبة، أدعوهم لمثل هذه الأوقاف، هذا الوقف الذي تتبناه قناة بداية. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم ويوفقنا وإياهم، وهو التابع لجمعية عرواء الخيرية، ووقف باسم وقف الرحمة رحمة بالفقير واليتيم. نعم. فأحرص على مثل هذه الأوقاف، وأحرص على مثل هذا البذل العظيم الذي ما شاء الله 250 ريال وقف، يعني صدقة الفرد. الحمد لله. ما شاء الله تبارك. 500 ها الوالدين. الوالدين. نعم. و700 ما شاء الله الأسرة. صحيح. فأنت ابذل يا عبد الله وبادر إلى هذا، وأنفق ينفق الله عليك جل وعلا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. عطاه كلام وعذابه كلام، إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فأنت بنية صحتك، بنية صلاح أولادك، بنية ما شاء الله تفريج الكرب. نعم. من فرج عن مسلم من كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق. شوف لاحظ هذا الأمر العظيم وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نوقن على هذا الأمر ونبادر إليه ولا نتردد يا إخواني. في أقل وقت بل لحظات تجد هذا التطبيق، هذا الجوال، تجد تطبيق الراجحي، وتدخل على جمعيات الخيرية وعلى جمعية عروة وعلى الوقف الخيري. الوقف الخيري، وتبذل ما تستطيع. ما هو شرط انك اذا ما عندك 250، بل لو ما عندك الا 50 ريال. صدق. يعني الانسان ينفق ما يجد، فيجد عند الله سبحانه وتعالى يأجره ويثيبه الثواب الحسن. أسأل الله يجعل له وإياكم من المحسنين. آمين. ومن الباذلين والمنفقين يا رب. آمين. العالمين. آمين. آمين. يا محمود بالله قفل المايك، أزعجني، قفل المايك. أخوي سالم سم. كلمتك طال عمرك. كلمتي يقول الله سبحانه وتعالى أن في مكان هالرحمة ذا. أنا أتذكر أن العنوان هذا يشدني شوي. الله سبحانه وتعالى يرحم الراحمين، يرحم هو رحم الراحمين ويرحم اللي يرحمون. فرحمة الله سبحانه وتعالى تنزل على أهل القلوب السليمة الطيبة البيض اللي ترحم ضعفاء عباده في الأرض، ترحم رسولنا. رسالته كلها رحمة للعالمين، فكيف بالبناية هذول؟ احنا قدوة نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، قدوة محمد، اتباعنا لمحمد ما هو بس بالشكل، يجب ان يصير بالقلوب والنية والاعمال والاجتهاد في الخير كله، من ضمنه انك ترحم الضعفاء بما تستطيع من صدقة، من كلمة طيبة، من فعل خير، من دلالة على الخير. وهذا باب من ابواب الخير اللي هو الرحم، الراحمون يرحمهم الرحماء، يرحمهم الله سبحانه وتعالى، لانهم يفعل الخير، ومن فعل الخير لا يعدم ايش جوازيه. نعم. فنسال الله ان يعيننا وياكم على الخير. آمين. انا وياهم، وان يعينهم على ويعين المتبرعين بما يستطيعون. آمين. ومن تبرع من استطاع باستطاع بنيه طيبه يبشر بالخير. نعم. الله يضاعف لمن يشاء. احسنت احسنت. اسال الله ان يستخدمنا وانتم في طاعته ورضاه، ويجعلنا وياكم من المنفقين. آمين. ويجعلنا وياكم من المتصدقين. آمين. ويجعلنا من اللي يسمعون الكلام ويتبعون احسنه. آمين. ويجعلنا دالين للخير دائم والعلم الغانم. هذه معلومات الوقف أمامكم في الشاشات، والباركود موجود في الشاشات، تقدرون تصوروا الباركود. والتبرع أصبح سهل، في أقل من دقيقة ادخل على القائمة الرئيسية، اختر تحويل، ثم اختر جمعية خيرية، ثم اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، ثم ابحث عن جمعية عروة واختر الحساب الوقف الخيري، وتبرع بما تجود به نفسك. سهم الفرد 250، سهم العائلة
أو الأسرة 500 ريال وسهم الوالدين 500 ريال وسهم الأسرة 700 ريال و750 وتبرع باللي جد من نفسك، حتى إذا ما قدرت على سهم تبرع حتى لو 100 لو 200 لو 50 لو 10 ريال نعم. وما عند الله أكثر وأجزل، والله يضاعف لمن يشاء. الله يجعلنا وإياكم من المنفقين ويجعلنا وإياكم من اللي إن شاء الله يكون لنا اسم في هذا الوقف وغيره، وسوف يختم هذا الوقف يوم من الأيام وسوف يفرحون كل من ساهموا وكل من شارك يقول أنا لي يد في هذا الوقف، أنا ساهمت، أنا الحمد لله كنت شريكا في هذا العمل الخيري. الله يوفقنا وإياكم طاعته ورضاه. في ختام هذا الحلقة لا يسعني إلا أشكر ضيوفي الأعزاء أخوي الشاعر سالم بن سلمان السبيعي، شكرا لك يا سالم. جزاك الله خير، مشكورين على العمل الخير ذا كله وعلى ما قدمته من برامج طيبة ومن كلام طيب، عسنا وإياكم من هلا. الله يبيض وجهك. شكرا يا أبو عبد الله الشيخ فلاح المطيري، الله يسلمك على حضورك وعلى كلماتك الجميلة، يحفظك ويبارك في عمرك. والله أنا سعدت حقيقة بهذا اللقاء وهذا المجلس الطيب وبيت الحكمة ولقائي مع الشيخ الشاعر سالم وابو دخيل وابو علي وابو صالح كل الأحبة وابو عبد الرحمن، سأل الله يجمعنا وإياكم على الخير. وأنا دائما والله أدعو لك يا أبو عبد الله، أنت ما شاء الله صاحب جمائل وأمور طيبة، الله يرفع قدرك، الله يبارك لك يا أبو عبد الله ويبيض وجهك ووجه جميع الحضر. شكرا يا أبو دخيل، الله يوفقنا وإياكم لطاعته. يتجدد بكم اللقاء إن شاء الله غدا في نفس الموعد وضيوف متجددين ومواضيع متجددة، ونتمنى دائما في كل يوم أن نقدم ما يرضي الله تعالى عنا، ثم ينال على استحسانكم جمهورنا الغالي، فأنتم مستر في نجاحنا بعد الله سبحانه وتعالى. نلتقيكم على خير، نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.